معانا الأستاذة فاطمة. أيوة اتفضلي يا أستاذة فاطمة. ربنا يخليك. معلش أنا كنت عايزة أسأل حضرتك ثلاث أسئلة. معلش ممكن؟ اتفضلي اتفضلي. الأول إن أنا بصلي قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة، هل ينفع إن أنا أصليهم أربعة بتشهد أوسط ولا لازم اتنين اتنين؟ طيب أجاوب على حضرتك السؤال اللي بعده والسؤال اللي بعده. حضرتك تجاوبني. حاضر. السؤال الأولاني ده السؤال الأول، السؤال الثاني. السؤال الثاني يعني أنا معلش عندي شهادة محطوطة في البنك، المفروض إن هي لمدة مثلا خمس سنين مقفولة ليها عائد، بس أنا ما أعرفش العائد كام لأنه ممنوع إن أنا أصرفها ولا أصرف العائد إلا بعد الخمس سنين. أطلع الزكاة عليها إزاي؟ هل على المبلغ الأصلي ولا أستنى لما تخلص الشهادة وأخد الفلوس أطلع عليها زكاة مرة واحدة ولا أعمل إيه؟ طيب السؤال معلش السؤال اللي حضرتك بتقوليه ده انا ما اظنش ان انت ممنوع ان انت تاخدي العائد، لكن انت كاتبه ان العائد بده انت بتدخليه تاني مع الشهاده، ولا انت بتعملي ايه؟ هم قالوا كده، هم قالوا لي كده وقالوا ان انت ممنوع تصرفي منها حاجه الا بعد الخمس سنين. لا هي الشهادات بتبقى ممنوع فكها الا بعد المده المحدده سواء كانت ثلاثيه او خماسيه، لكن هو الريع ان احنا دلوقتي بنتكلم في الريع، هم قالوا لك الريع ممنوع ان انت تاخديه ولا انت واخده حاجه بضمان الشهاده ولا ان الريع ده بيدخل في حسابك مره تانية. ازاي يعني؟ قالوا لي بعد السبع سنين ما يخلصوا هتاخدي العائد والشهاده، وهو بنك اسلامي عموما يعني. طيب اللي بعده. انا معلش ابني من ساعه موضوع كورونا دوت ساب الشغل وعنده بيته وعنده اولاد في مدارس وكده، وانا يا دوبك باخد المعاش وكل اللي الفلوس اللي بتطلع لي ان انا بصرفها على بيتي لان لسه معايا ولد في الجامعه وكده وبصرف على بيته هو، هل ينفع ان انا يخش جزء من الزكاه في الفلوس اللي انا بصرفها عليه ولا ما ينفعش ولا ايه؟ هجاوب على حضرتك الثلاث اسئله. السؤال الاولاني، هل يجوز ان انا اصلي الاربع ركعات بتشهد اوسط بدام في الصباح؟ طبعا يجوز ان انت تصلي بتشهد اوسط زيهم زي الظهر بالظبط، مفهومش اي مشكله وده جائز، بل هو دوت الاولى لان دي من صلوات الصباح. الحاجه الثانيه، لان اللي ورد ان صلاه الليل مثنى مثنى، لكن ده مفهومش من نفس المعنى ده اليه صار الرأي اللي احنا بنفتي بيه. يجوز ان انت تصلي الاربع ركعات بتشهد اوسط. الامر الثاني، انت هتطلعي على الريع بتاع الشهاده 10%، ومش لازم عشان تطلعي 10% لما بنقول لك من الريع يعني من حساب الريع، يعني مش قصدنا ان انت لو عندك فلوس ثانيه شايلاها في البيت وطلعتي منها 10 ما يساوي 10% من الريع يبقى ده حرام عليكي او انت ما طلعتيش الزكاه، يبقى انت تطلعي بمقدار 10% من الريع. تطلعي بمقدار 10% من الريع ليه؟ لان انت في بقيه سؤالك قلتي لي ان انت كل الفلوس اللي بتجيلك بتصرفيها، فانت عندك الريع اللي بيجيلك ده بتصرفي فيه على شؤون حياتك، فتطلعي 10% من الريع. مساله بقى ابنك، لا ابنك ما ينفعش تديله من فلوس الزكاه وان كان ابناء الابناء، يعني الاب الاصل ولو علا والابن ولو نزل، دول مش هنقدر نديهم من الزكاه لان دول ممن إذا افتقروا وجب علينا أن أنا أدفع لهم من ده. لكن مثلا على سبيل المثال لو كان في حالة هو عليه دين والدين دوت هو معسر ومش قادر يسدده، ياخد من سهم الغارمين، لكن ما ياخدش من سهم إيه؟ الفقراء والمساكين. ما ينفعش تديله من سهم الفقراء والمساكين، يبقى ابنك مش هتقدروا تديله من الزكاة من هذا السهم.